السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ وائل من قطر تتصل؟ أيوة شيخنا هذا النور يا مرحبا بك يا شيخ وائل. أهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك ويعطيك الصحة ويعطيك يا شيخنا. اللهم أمين. وياكم وياكم وياكم. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤالين. الله يبارك في عمرك يا شيخ. سل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعظم، لأن راجل بيسجد ومشط رجله مش لامس الأرض، حكم صلاته إيه؟ لكن أصابه الناس لمس الأرض. مش لمس الأرض، أصابه مش لمس الأرض، يعني بشوف ناس وهي ساكتة بتبقى أصابعها مرفوعة من على الأرض. يعني برفع الأصابع طول السجود، برفع رجلي طول السجود كده يعلقها، ولا في وقت بينزلها ووقت يرفعها؟ يعني ساعات بشوفه رفعها بس ما اعرفش بينزلها ولا لا. يا شيخ وائل يا شيخ وائل، مش هيقدر يرفع الرجلين طول الوقت؟ نظر من يصنع هذا، ابن على غالب حال الناس. احيانا واحد يتعب يرفع رجلين لكن بينزلها ثاني. الصلاة تصح يا شيخ وائل.